رغم كل ما يقال عن اقتراب أفول نجم النفط وتحول الطلب على الطاقة إلى مصادر بديلة، فإن الأرقام تقول عكس ذلك. فالتوقعات الأخيرة لأوبك أكدت على أن النفط سيبقى المساهم الرئيسي في مزيج الطاقة حتى عام 2040، وإن كانت حصته في هذا المزيج ستتراجع من 31% في 2018 إلى 28% بنهاية العقد المقبل. هذه الحصة ستأتي مدعومة باستمرار نمو الطلب العالمي على النفط، والتي تشير أوبك إلى أنه سينمو بنحو 12 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها، ليقارب 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. قطاع البتروكيماويات سيكون المساهم الأكبر في نمو الطلب على الخام الأسود، مع استحواذه على أكثر من ثلث النمو المسجل في الطلب خلال الفترة ذاتها، في حين سيبقى قطاع النقل البري صاحب الحصة الأكبر في الطلب العالمي على النفط. أما على جانب المعروض، فتتوقع المنظمة نمو المعروض من خارجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا خلال الفترة الممتدة من 2018 وحتى عام 2024، وذلك نتيجة استمرار توسع النفط الصخري الأمريكي بوتيرة قوية، والذي سيساهم وحده بأكثر من 60% من نمو المعروض من خارج أوبك. لكن هذا النمو لن يستمر طويلا بحسب أوبك، فالمعروض من خارج المنظمة سيبدأ بالتراجع عند بلوغه الذروة مع اقترابه من 73 مليون برميل يوميا في 2026. نتابع إذن تحركات المستثمرين على الخامات خلال هذه الجلسة. نعود إلى المكاسب كالذين تذبذبات قبل قليل، وحاليا 3/4 أو 3/10 تقريبا من المكاسب عند مستوى $62.35 بالنسبة لبرنت. كيف تبدو الحركة الاستثمارية على WTI الخام الأمريكي 3/10 تقريبا من المكاسب ونتداول ومستويات $56.70 في هذه الأثناء؟ للمزيد عن أسواق النفط ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف يوسف الشمري، رئيس التنفيذي لسي ماركتس. سعد يوسف، أهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ من تقرير التوقعات المستقبلية لأوبك. لا تزال التوقعات تعطي بقفزات قوية للإنتاج بالنسبة للخام الأمريكي، ما تأثير ذلك على المعروض وأيضا على الأسعار؟ أهلا وسهلا. طبعا التقرير اللي صدر من منظمة أوبك هو حسب المتوقع أن سيكون هنالك ارتفاع في الإنتاج الأمريكي من العام الحاضر حتى عام 2040. وايضا يجب الذكر ان هذا ليس فقط الانتاج النمو الصخري في الولايات المتحده، بل ايضا الانتاج المصادر من امريكا اللاتينيه، ايضا احتمال النمو من الانتاج من الزيت الصخري من الصين. فوصول الانتاج من خارج منظمه اوبك حوالي 73 مليون برميل هو رقم متوقع للنمو الصادر من خارج المنظمة. هذا اللي سيؤثر بالتالي على حصة أوبك في الانتاج البترول العالمي. حاليا التقرير بيّن أن هناك توقع بانخفاض الطلب على بترول أوبك بحوالي 7%. هذا انخفاض جدا بسيط، لكن ما نشاهده أيضا أن النمو في الانتاج في البترول الصخري أيضا له تباطؤ في من الآن حتى عام 2026. فنتوقع بعد هذا العام، بعد يعني ما يحقق تباطؤ، ستزيد حصة أوبك في الأسواق، لأن البترول اللي موجود في دول الأوبك اللايف تايم أو العمر أطول وكمياته أكثر، إضافة إلى تكلفة الإنتاج أقل بكثير من البترول الصخري. هذا من ناحية العرض والطلب. إضافة سيكون هنالك الطلب على البترول نفسه سيتأثر بمتأثرات مختلفة. هناك توقعات أيضا بتحول الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي بين بعد 2020. طبعا سيكون هناك تحول من النمو إلى التراجع، كيف سيكون له انعكاس أيضا على السوق بالنسبة للنفط؟ التقرير بيّن أن الطلب على النفط سيصل 110 مليون برميل في عام 2040، يعني زيادة حوالي 10 مليون برميل من العام الحالي. هذه طبعا الزيادة ليست جدا كبيرة،
هناك السبب في هذا أنه هو التحول إلى قطاع النقل إلى نقل السيارات الكهربائية. هذه ستسبب نوع من انخفاض الطلب من الناتج من قطاع النقل، لكن بالتالي سيكون أيضا هناك ارتفاع في الطلب من قطاع البتروكيماويات، وهذا الذي ستساهم في المحافظة على الطلب من الآن إلى العام 2040. لكن أعتقد أن الزيادة زيادة جيدة، الديماند لا زال صحي على البترول، وسيشكل النفط حوالي 28% من مجمل الطلب على الطاقة في عام 2040، والنسبة لا تزال الأعلى. الاتفاق التجاري المرتقب بين واشنطن وبكين كيف سينعكس على أسواق النفط، وهل سنتابع يعني توصل لاتفاق وبالتالي سوف ينعكس على ربما النمو أيضا ونمو الطلب حول العالم؟ طبعا الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة لا زال هو أكبر تحدي يواجه أسواق البترول في الوقت الحاضر، هو اللي تسبب في عدم زيادة الأسعار عن البرنت من حوالي 61 أو 62 دولار. لو كان هنالك اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعتقد ستصعد الأسعار أكثر وسيزيد الطلب خصوصا من القطاع الصيني. لكن هنالك أيضا توقعات للمتاجرين في البترول من انخفاض المخزونات الأمريكية في هذا العام. احنا في شركة سي ماركت نتوقع أن تصل المخزونات إلى حوالي 430 مليون برميل، وتعاود أيضا في الانخفاض في عام 2020. فسواء كان هنالك اتفاق أو انخفاض المخزونات، هذه أكثر عاملين ستساهم في دعم الأسواق في العام الحالي والعام القادم. اكتتاب أرامكو كيف سيؤثر في أسواق الطاقة العالمية؟ اكتتاب شركة أرامكو طبعا هو إنجاز جدا ممتاز للشركة، ينعكس في البداية على السوق السعودي، السوق السعودي في أسواق الأسهم السعودية. سيزيد نسبة الماركت كابيتال للسوق السعودي، وأيضا سيساهم في جعل شركة أرامكو ضمن مصاف الشركات الدولية في مجال تجارة البترول. لا تنسى أن كمان أكثر شركات البترول أكثرها publicly traded، فستصنف شركة أرامكو ضمن هذه الشركات المتميزة في قطاع البترول. من ناحية تأثيرها على أسواق النفط من ناحية، أعتقد أنه سيكون هنالك من ناحية تغير الشركة نفسها، لأنه سياسة الشركة تحدد في الدولة، فلا أعتقد أنه سيكون هنالك يعني مقالق من ناحية أسواق البترول ومن ناحية اكتتاب شركة أرامكو. نحن نشكر لك المداخلة أستاذ يوسف الشمري رئيس التنفيذي لسي ماركت، شكرا جزيلا لك. وفي الطاقة أيضا قدمت الولايات المتحدة رسميا للأمم